انت يعني عاوز انت تبقى انت اقوى يعني من اتحاد الكوره؟ مش اقوى يا استاذ محمود، ما احنا اتكلمنا في هذا الامر تحديدا وقلنا ان هي مش هم واخدين السكه دي يا كابتن اسلام. مين هو؟ احنا هم اللي بيديروا المشهد واخدين اتحاد الكوره يعني اتحاد الكوره واللي معاه انه عاوزين يقولوا لا لا الاهلي مش اقوى مننا. لا احنا بدليل ثواني بس ده مش صح. ثواني ثواني ما انا بكلمك مش صح. الاهلي بيتكلم عن حق ما بيتكلمش كده. عن بيدور على بطوله ولا دور يعني. عشان كده يا استاذ محمود انا كنت طالب ايه؟ انا هو علي عصام عبد الفتاح عشان كده انا كنت قاصد اتكلم في ايه؟ اقول انه هذا ليس فرض راي. هذا ليس فرض راي لكن هو افتح عليه بس يا وانا ليه في ما وقال كلام كتير الكابتن عصام. وانا مسؤول على كلمه اللي هو مش هيشتغل كابتن. لا سيبك من اللي هو مرازي. لا ده قال حاجه امبارح. نسمع بعض ولا نسمع بعض؟ اكمل بس حاجه اخيره. اتفضل. انا لما اقول راي لحضراتكم دلوقتي انا بفرضه على حد؟ لا طبعا. انا بقول رايي ما بفرضوش على لو انت في اتحاد الكره هتفرضه علينا. نعم لو انت في اتحاد الكره هتفرضه علينا. لا ما ينفعش. اصل طول العمر طول عمرنا ما احنا شفنا اتحادات من ايام محمد بيه احمد وقبله واللي بعده واللي بعده ما كان على طول في تفاهم لانه في النهايه هي الكل في بوتقه واحده او في مجال واحد. اذا كل واحد شاف ان هو صح واعند مع عبد الحكيم ابو عالم، اعند مع عصام شلتوت، اعند مع محمود صبري، يبقى انا طبعا اشتغل ازاي؟ ما هو لازم يبقى في تقويم تقييم وتقويم. مفيش هذا التقييم والتقويم يبقى لا يبقى في مواقف متعمده ومقصوده لان هو ده معناها. وانا لما بقول ان وزاره الشباب والرياضه مع كل الاحترام للسيد الوزير انما لما هو يشكل لجنه وتطلع توصيه انا بقولش عاقب اتحاد الكره او تدخل في شؤونه. من مين اللي عاقبه يا ريس؟ لا حول ما لا حول ولا قوه الا بالله. واحد بيقول لك لجنه وادانت انا اقعد اتفرج يعني انا برضو اقنعني اللجنه ادانت انه في طرف. طب ممكن تخليني اخد انا الطرف الثاني يا فندم؟ انا باخد انا ممكن تخليني انا اخد الطرف الثاني يعني انا الغائب يعني ان انا اتكلم عن الوزاره؟ اه اتفضل. انا مش معنى الكلام اللي انا بقوله اهو مش معنى الكلام اللي انا بقوله ان انا موافق عليه ولكن انت أنا بتاخد ده بس عشان بس يبقى الكلام موجود. طب يا فندم هو زي ما الاستاذ عصام قال هو هناك لائحه انا ممكن اتدخل كوزاره في امر واحد فقط فقط لا غير هو الامور الماليه، اما بقيه الامور ليس لي اي تدخل فيها من قريب او من بعيد، الجمعيات العموميه سواء في الانديه او الهيئات الرياضيه هي الممثله للوزاره من خلال او هي اللي بتعاقب الاتحاد المصري لكره القدم في هذه النقطه او النادي يعني الفلاني. يعني دي اخدها من باب الخطاب بتاع منع القيد اللي انا اخفيته عشان انا اعدي. لا ما هو ده الموضوع الثاني اهو على نفس السكه انا باخدها برضو من باب جاني جواب قرار بشطب اسلام الشاطر من كذا كذا. طب دليل دلوقتي ما تعملش حاجه خلاص احنا اتفقنا بقى عدي بقى لغايه ما الموسم بيخلص وناخد الحد عشان البطوله في موسمها الاخير الماتشات الاخيره فعلا. انا بكلمك يعني عاوز اسالك سؤال. لا انت عملت لجنه التحقيق واللجنه التحقيق ادانت طرف من الاطراف تمام خلاص والراجل تم الاعتراف انه الناس نسيت تجاهلت الموضوع كبرت دماغها والاهلي ده وجع دماغها. ما احنا كل يوم بنقول الكلام ده. انا بكلمك بقى ما خد بالك بكل التفاصيل ماشي. الادانه القرار العقاب عاوز اشوف. والاهلي ده نادي ده مركز شباب يا جماعه هل يجوز اللي بيحصل مع النادي الاهلي؟ الكلام اللي قاله الكابتن انه التكريم بيتم بره بالاهلي ويتم الاحتفاء به احنا ما بنجدوش هنا. الكلام ده في كلام منتهى الخطوره على فكره. فعلا هناك في نفوس وفي حاجات غريبه جدا بتحصل. كل واحد مثلا بيشجع نادي طرف يجي يصفي حساباته مع الاهلي. يعني انت بتعاقب الاهلي على انه بيشتغل وبيطور نفسه وبيشتغل وبيجاهد وبيعمل يعمل ايه الاهلي؟ يقفل ويمشي عشان يريحك؟ بامانه شديده يعني انت النهارده لما تقول لي يجي عصام عبد الفتاح يقول لك تصريح الحكم العالمي اللي انا ما شفتلهوش في حياتي ماتش غير في كاس العالم وروحوه ثاني يوم. مين؟ نفسي افهم عصام عبد الفتاح. انا نفسي افهم يعني بس يعني جاب العبقريه بتاعته بيتكلم بيها من ايه؟ يعني برضه مش فاهم برضه. يعني انت بتناضح الاهلي مثلا يعني شايف نفسك دلوقتي الظروف مساعداك وفي حد في ظهرك؟ خليك فاكر كويس جدا يعني الامور النهارده يوم لك ويوم عليك. لكن تيجي الامور الصح صح والغلط غلط. طب لا انا بكلمك طبعا طبعا انت يعني. تيجي دلوقتي يا كابتن عصام شايف نفسك انا قلت تصريح لو جبنا 100 خبير اجنبي مش هيصلح التحكيم؟
يبقى خلاص قالت لك التصريح ده حقيقي؟ لا ده مش لصالح التحكيم. لا لا بقول لك ادميت تخدير عشان يصلح التحكيم. مش هينفع سياسه تخدير. فاهم ايه؟ بيخلص على الموضوع قبل ما يخلص على الموضوع. بس يا فندم بس يا استاذ محمود انت عرفت يعني ما انا بقول لك جمله خطيره. جمله خطيره جدا لو صح. حضرتك متاكد؟ انا متاكد منك طبعا. ده تصريح رسمي. تصريح رسمي. تصريح رسمي. النهارده سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي قال ايه؟ ما هو برضه في ضمن الكلام يعني. انا سامع اصلي النهارده. الدكتور اشرف صبحي قال لك هو ينفع نجيب حكم او خبير اجنبي ونديله فلوس كل اول شهر وما يبقاش رئيس لجنه الحكام وما يبقاش مسؤول عن التطوير الحكام لما سئل عن كلاتنبرج؟ ايوه طبعا. امال هو جاي ليه كلاتنبرج؟ بالظبط كده. بس انا اسالك على فكره هو الدكتور اشرف لخص الازمه. ليله الازمه بتاعت الماتش مش طلع يا ريس تاني يوم لما الاهلي اصدر قراراته في مجلس الاداره طلع عليه يا جماعه ما احنا قلنا الراجل انه ماشي وطلع تصريح على الموقع الرسمي بتاع اتحاد الكوره ان كلاتنبرج هو رئيس لجنه الحكام. ايوه هيبدا يستلم عمل دلوقتي بقى خبير تحكيم من يوم السبت. قالوا هيوصل السبت. خلاص انا بريحك كده اهو خلاص مش طلع القرار وصباح فتح. خلاص يا جماعه احنا كنا واخدين قرار انه ماشي. ما الذي حدث؟ لا لا بس ما تقالش رسمي. لا 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 يا ريس ثواني بس يا جماعه يا شباب ثانيه واحده. ريس كل الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا وصادر من اتحاد الكوره ومتسرب عشان متسرب. أوكي. في محاوله من التقليل من قرارات مجلس اداره الاهلي. كان ساعتها ما كانش كل لسه كل الطعن كان ايوه. لا كان كل الطعن في الجزئيه دي يعني انت خدتوا قرارات يعني اللي هتهد الدنيا. احنا خلاص مشينا الراجل. وبعدين لما الدنيا ايه بدات تمشي. لا في حاجه وبدأت صح يا استاذ محمود لانه كانت كلها تسريبات لكن هي ما كانتش على اصل. انا جبت كل حاجه فيما يخص موضوع الكابتن عصام ومستر كلاتنبرج من الصفحه الرسميه للاتحاد عشان لو انا بتكلم. انا بتكلم قبل في الانترو بتكلم على هذا الامر نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لكن انا بقول لحضرتك هي كانت تسريبات. لا بس تسريبات لناس لحم ودم زملاء كبار معروفين اتقال لهم تابع صفحاتهم انتهى الموضوع. استنى بقى اكمل لك حته بقى عشان تكمل. واتقال لهم واتقال لنا ها ايوه اللي قالوا محمود ده الجزء الاول ما هو كان ماشي الاهلي بيعمل كده ليه. والثانيه ان اتنين تلاته من اعضاء الاتحاد ولعوا في بقيه الطاوله على ان ما يحدث عيب والاهلي له حق. دول اللي لما اتعرض الموضوع بعد الهدوء و24 ساعه قالوا لهم يا نعيش احنا الكل يا مش هنخرج من هنا زي الفل من الخمسه شارع الجبلايه. فالكلام ده كله يعني. الراي العام لازم يبقى فاهمه لانه هذه لعبه الريست التي تمارس. واعلان واحد يعني زي الكابتن عصام الفتاح انه اي حد هيجي مش فاهم سياسه البلد غريبه قوي دي. ايه اللي خلط ده في ده؟ وايه الكوره مالها؟ الكوره مالها بالكلام ده؟ لا 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 الامر جد خطير. ما ينفعش ابدا يعني. انا اسف محمود لو في حاجه تكمل اتفضل يعني. بس فعلا دي مصيبه. المشهد ده والتراجع في خلال ساعات عن موقف يا جماعه احنا اصل القرار ده خدناه والراجل مشي وبعد كده كيدا في الاهلي وفي قراراته وان انا احاول احرج المجلس الاداره الاهلي قدام جماهيره وان احنا القرار ما كانش على عينكم. بص يا كابتن اسلام عشان ما نضحكش ونضيع وقت في كلام مش هيجيب نتيجه. خلاص الامور واضحه والامور واضحه من المشهد اللي احنا شايفينه في المباريات الثلاثه بتاع بكره. كل الثلاثه الذين تسببوا بالغياب ضميرهم ضميرهم اذا كان عندهم ضمير في فقدان الاهلي مش لتسع نقاط لاكثر من 12 او 15 نقطه سواء محمود عاشور في مباراه المحله سواء محمود بسيوني كان في ماتش البنك الاهلي سواء مصطفى مدحت اللي طلع فجاه في ماتش المقاولين وتولى الامر. انت منتظر ايه تاني؟ انت كده بتقول لي انك انت مش انك انت مش في دماغي وانا هعمل اللي انا عايزه. طب ما ده كويس وده كويس ودي رساله لمجلس اداره النادي الاهلي والجمهور الاهلي قبل مجلس الاداره. الامور يا جماعه خلاص وضحت الصوره من عصام عبد الفتاح وجمال علام واللي وراهم. خلي بالك الصوره النادي الاهلي انا بقول لك يا كابتن عصام النادي الاهلي مطالب في هذه الفتره بامانه شديده بغلق تام باغلاق تام. ما لسه تقول لك خلي بالك تام يا اغلق على نفسك اقفل على نفسك وابني نفسك وخلاص قدامهم دلوقتي خلاص. اللي قدامهم دلوقتي قياس على اللي انت قلته هم عايزين وانت قلت جمهور النادي الاهلي حاله استفزاز. جمهور الاهلي لازم يبقى اذكى من كده لازم يتفرج. هم مضطربين بالمناسبه مش جامدين ليه؟ لانك اما تعمل كده انت ايه عارف لعبه الريست وايدك مش هتشيلك فبتحاول تزق رجلي. ما انا بحاول اقلل منك اهو بحاول اقلل منك اهو وحرجك وبينك قدام جمهورك ايه عشان عشان لما يحصل بقى سؤال البلد مالها يقولوا جمهور الاهلي. لكن جمهور الاهلي فاطن عن كده ليه؟ لان هم لو عايزين يقولوا ان اللي بيقولوا الاهلي غلط اعزلوا الشناوي
والبلتاجي أيوة. وسمير عثمان وجريشة احيانا، توفيق السيد، محمد صلاح عبد الفتاح، محمود سعد، كلهم طيب. حكام قالوا واقروا ان هناك كارثه في التحكيم تدمر طيب. كره القدم واصحاب الزي بتاع العداله معصوبه العنان. هنكمل دول بقى صحفيين يعني، معلش بس انا بطل عليكم سؤال، دول صحفيين ولا دول حكام دوليين خبراء. مرخص لهم خبراء. بان يتحدثوا عن التحكيم، ولا هم بيتكلموا على التحكيم اليوناني؟ بيتكلموا على التحكيم المصري. روح بقى يا حبيبي اللي بتفرض سطوتك، اعزلهم بقى وقول لقد تحدثوا كذبا، ها، وقالوا ما ليس فينا، وقالوا وبيوقعوا التحكيم والكرة المصرية. قبل كده أنت مضطرب ومش عارف نقلة رجلك التانية فين. يا أستاذ عصام، أنا جبت الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده 100% مظبوط خلاص، ولكن الكلام ده أستاذ عشان أسمع منك برضو قبل ما أطلع فاصل، الكلام ده أنا جبته صوت وصورة، بمعنى أن أنا جبت فيديوهات أيوة. عن الأخطاء التحكيمية التي حدثت مع النادي الأهلي خلال المباريات السابقة، وفقد من خلالها النادي الاهلي كان ساعتها 12 نقطه لغايه مباراه فاركو، كانت قبل مباراه فاركو خلاص، والنقطتين بتوع مباراه فاركو، وبالتالي وصلنا ل 14 تمام نقطة. الكلام ده فندم صوت وصوره، فانا قلت إن واضح برضو ان الموضوع ما زال مكمل، فعملت ايه؟ قلت قايل النهارده التصريحات بتاعه اللي حضرتك بتقول ان هم خبراء في التحكيم، او يعني طبعا دول خبراءنا وعلى دماغنا من فوق، كابتن سمير والكابتن احمد الشناوي والكابتن جهاد والكابتن توفيق والكابتن والكابتن والكابتن، انت جايبها تصريحات برضو مش كلامي، تصريحات رسميه على كل مواقع واحنا سمعناها. لا انا نقلتك نقلة تانية، دي مش تصريحات، دول بيطلعوا على الهواء. انا نقلت بقى الهواء، انا ما اقدرش اجيبه، لكن انا نقلت نقله لقدام بقى، دول كل واحد فيهم يدير لجنه، يلا بقى اتفضلوا عاقبوهم. لكن هي بالفعل الكلام اللي بيقال في ان لو جبت 100 خبير تحكيمي ما ينفعش يقدر يدير التحكيم المصري، اعتقد دي حاجه غريبه جدا في ظل ان لا هو انا جايب التحكيم يعني. حتى حازم امام بمناسبه التصريح ده قال في تصريح سابق، انا على ما اتذكر ولو موجود حطه لنا يا شباب برضو عشان احنا بنتكلم، قال حازم ان احنا هنجد مقاومه شديده من داخل ومن خارج لجنه التحكيم او من خارج اسره التحكيم. انا فاكر التصريح ده، ما اعرفش قاله في تصريح ولا مقاومة في برنامج إيه؟ لتغيير اللجنه يعني. لا التغيير. بص يا كابتن، مفيش حد ينكر ان النادي الاهلي اتعرض لظلم غير عادي، نعم، السنه دي والسنه اللي عدت بالمناسبه، مش السنه دي بس، واني حتى الاسماء اللي قالها الاستاذ عصام فيهم ناس بتعارض وجود رئيس لجنه حكام اجنبي، نعم، وطلعوا واتكلموا بشكل صريح، واخرهم كان اول امبارح الكابتن رضا البلتاجي، اوكي، قال نفس الموضوع، مش هيفهم، مش عارف ايه الهدف، ايه الهدف انك تتمشرك بس. بس في نقطه، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، البعض منهم مش هد ده، لا احسوه، ها، انه عيب كده لما يجيبوا خبير وكل له حلم. طب انا لو جم يعينوني رئيس لجنه، بقيت اللي بينتفع بوجود الرئيس المصري صح. هيرفضوني يعني، معلش، مش ما هماش براء في الرئيس حكاية المصري لجنه يعني الحكام، مظبوط، طبعا لانه في بلاد كتيره يعني كرتها سبقان احترافيا وجابت، ازاي يقولوا كده لا للخبير الاجنبي؟ ليه؟ المشكله برضو يا جماعه ان اعضاء، انا اسف بس انا خدت يعني جمله من اعضاء في الاتحاد، استاذ عصام، اعضاء في اتحاد كره القدم كله يعني تحس ان هم كذا اتجاه وكذا، مش متفقين على رايي، نعم، مش متفقين على رايي. وبعدين لو حد ما اتفقوش على رايي يجيبوا كلاتنبرج، طب هاتوا كلاتنبرج، ويروحوا الباقي يخبط بالتنين من ورا. طب عايز الحل بقى قبل ما الحكيم يقول يا كابتن، طب ما تجيبوش كلاتنبرج، احنا مش عايزين، لازم كلاتنبرج على فكره. ليه اصريت على كلاتنبرج؟ جيبوا اي حد تاني، جيبوا اي حد تاني. لا انا لا، هم معترضين على الفكره نفسها، هم بس هم معترضين على الفكره نفسها، هم مش معترضين على الاسم، مش مختلفين يا جماعه. اتفضل يا استاذ حكيم، اسمع، انا بس وجهه نظري في حاجه، ان حتى كابتن عصام برغم كل اللي قاله تمام طلع رد، هو المهندس احمد مجاهد ما طلعش رد ليه على الكلام اللي يخصه؟ يعني كل الناس طلعت رد، اشمعنى المهندس احمد مجاهد ما ردش لحد دلوقتي؟ ليه ما ردش على موضوع الجواب اللي هو بتاع ايقاف القيد، اللي طلع مسؤول وقال ان احنا تم اخفاء الجواب عشان كنا في مرحله نجحنا ما ده كابتن الخطيب بس لمح لها تلميح. طب ليه ما قالش، ما اتكلمش فيه عن الحاجات اللي كان مقصودها بشكل واضح في عهده؟ ليه ما اتكلمش عن لاعب معين الاهلي كان متعاقد معاه وكان النادي بتاعه ما سجلش عقده اللي هو ابراهيم عادل بالاسم اهو، راح بلغ النادي بتاعه تعالوا سجلوا واعملوا عقد جديد عشان خاطر اسرعوا في التسجيل بتاعه؟ موضوع كهرباء،
ما يطلع يرد على الكلام ده. كل الناس على فكره كابتن عصام طلع رد، حتى لو مختلفين مع الرد بس طلع رد. اه بالظبط، الوزير طلع رد على الموضوع ده. الوحيد اللي ما ردش على ثلاث اربع حاجات اتقالوا يخصوه هو المهندس احمد مجاهد. ما تطلع يا عم اتكلم، تطلع تقول، اطلع قول بس. ما الاهلي اتظلم تحكيم ناس محمود السنه اللي عدت والسنه دي، وبعد الجوابات السنه اللي عدت والسنه دي، الوحيد اللي ما طلعش رد. وانا لحد دلوقتي مش فاهم كل الكلام ده في عهده. يعني موضوع ابراهيم عادل ده كارثه. موضوع ابراهيم عادل ده كارثه بمعنى الحرف. كان رايح الاهلي، كان رايح الاهلي يا باشا، كان عقده بيراميدز، جدد عقده. قاعد عقده، دخل من مدخل اللي هم اللي حاولوا الاهلي هياخده. اه ده مضى، قال لهم مضى معاه عشان يبرر ايه؟ عدت الشهر، عدت الشهر، عدت الشهر يا كابتن انت عشان تمضي مع لاعب وحضرتك كنت عارف الامانه يا اخي والله. لازم تيجي توثق العقد بتاعه خلال شهر. فما وثقوش، نسيوا. تمام، وسقط العقد، المفروض العقد انتهى. الاهلي تواصل مع الراجل، خلاص دخلت في مرحله ايه؟ في يناير خلاص من حقك انك تمضي معاه. الاهلي مضى مع اللاعب في الاجراءات القانونيه الطبيعيه جدا، دي معلومه انا معلومه سيادتي الشخصيه. حصل، راحت راح الباشا عرف، راح مكلم بتوع بيراميدز الحقه الاستاذ احمد مجاهد. الاستاذ احمد مجاهد لما هو اقر في مكالمه برضو ان فتح الاتحاد بعد 12 بالليل. اه بالمناسبه صح. مش اول مره وقعت فتح الاتحاد. هم اصل في ناس تقول لك اسلام انا نفسي لما تم قيدي، انا يا جماعه ما على فكره ما اتفتحليش ولا اتحاد ولا بتاع، وكان يوم خميس الساعه 12 الظهر، وحضرتك اعتقد كنت موجود يوم خميس الساعه 12 الموضوع. يوم الخميس الساعه 12 الظهر قال لك اصل اسلام يوم الجمعه فتحوا له، وده ما حصلش. انا اسف ان انا في انكه من الموضوع بتاعك، في انكه بتاع موضوع احمد سمير فرج واحمد قصه ثانيه.